توقعاتك ايه الماتش النهارده الاهلي وبيراميدز؟ ان شاء الله الاهلي 2-0 باذن الله. الاهلي يكسب باذن الله. انا توقعاتي كمان ممكن الاهلي ان شاء الله 2-0. اتوقع 3-0 او 4-0 من الاهلي يعني، عشان انا بحب الاهلي والاهلي ده بيجري في دمي. والاهلي جمهور كتير والاهلي لعيبه كويسه ولاعيبه منظمه. ان شاء الله الاهلي هيعود تاني وهيحقق انتصار اللي ما حققوش قبل كده، وان شاء الله النتيجه هتبقى 2-0 للاهلي. هيبقى وليد ازار ولو لعب، و رمضان صبحي طبعا متعور مش هيلعب، ممكن اجيه. هو الاهلي اكيد هيكسب 2-0 يعني. الاهلي ياخد طبعا فرصته ويكسب ان شاء الله، والناس تثق طبعا، ترجع تثق. النهارده ان شاء الله نكسب 1-0 باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله اللي انا شايفه ان النادي الاهلي بقى احسن من الاول، وان شاء الله هياخد الدوري. اللعيبه بتوع الاهلي كويسين، وموضوع بتاع افريقيا ده هيدي لهم الحافز ان هم يكسبوا، ما يزعلوش الجمهور اكتر من كده يعني. ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-1 لان ده طار بايت. وبعدين مش كل واحد بيجيب لعيب بالشيء الفلاني، احنا عندنا اللعيبه الفقيري، بس هتكسب ان شاء الله. وازاره اللي هجيب الجون الاولاني. اللعيبه كويسين وهيحضر الجمهور، وده هيكون حافز قوي لفوز النادي الاهلي باذن الله.